بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله بناخد مراجعة سريعة على ما سبق دراسته من موضوعات إدارية معاصرة. شكل المراجعة هيكون في صورة أسئلة شبيهة بقدر الإمكان بالأسئلة التي قد تأتي إليك في الاختبارات، فإن شاء الله نسأل الله التوفيق. فإذا أخذنا مثلا في الفصل الأول، السؤال الأول أقول: الشخص الذي ينسق ويوجه ويشرف على أعمال الآخرين لتحقيق أهداف المنظمة، هل هو القائد ولا المدير ولا المشرف ولا لا شيء مما سبق؟ فالإجابة الصحيحة كما هو واضح أمامنا اللي موضوع تحتها خط هي الإجابة باء، المدير. فالمدير هو الشخص الذي يوجه ينسق ويوجه ويشرف على أعمال الآخرين لتحقيق أهداف المنظمة. أحيانا يحدث خلط عند بعض الأفراد ما بين كلمة المدير وبين كلمة القائد. فهناك مقولة في إدارة الأعمال بأن كل قائد يعتبر مدير، وليس كل مدير قائد، لأن القائد هو المدير الذي يتفاعل مع الآخرين ويكون لديه نمط أو أسلوب قيادي معين يتعامل بموجبه مع الأفراد حتى لو كان أسلوب ديكتاتوري. أما المدير فدائما يتم تعريفه من خلال وظائف إدارة الأعمال التي تشمل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتنسيق إلى آخره. السؤال الثاني يقول بأن مجموعة الأفراد المسؤولين عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية ووضع الخطط العامة التي تؤثر على المنظمة. الأفراد المسؤولين عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية ووضع الخطط العامة، هل هم مدير الإدارة الدنيا أم مدير الإدارة الوسطى أم مدير الإدارة العليا أو لا شيء مما سبق؟ فالإجابة الصحيحة الإجابة جيم، أي أن مدير الإدارة العليا هم المسؤولين عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية ووضع الخطط العامة. طيب، لكن هل مدير الإدارات الأخرى سواء دنيا أو وسطى ليسوا مسؤولين عن اتخاذ قرارات؟ نعم مسؤولين عن اتخاذ قرارات، ولكنها نقول عنها أنها قرارات تشغيلية، أي قصيرة الأجل، وتؤثر فقط هذه القرارات التشغيلية على نطاق الإدارات التي يتبعونها. بمعنى إذا كان هناك مدير للإنتاج فإنه يأخذ قرارات متعلقة بإدارة الإنتاج، إذا كان مدير للموارد البشرية فإنه يأخذ قرارات متعلقة بإدارة الموارد البشرية. أما مدير الإدارة العليا فهم الذين يأخذون القرارات الاستراتيجية، أي التي تؤثر على كل الإدارات الموجودة في الشركة. وإذا يعني توسعنا شوية في القرارات الاستراتيجية نجد أن لها سمات. هذه القرارات الاستراتيجية تتسم بأنها تكون طويلة الأجل، وأنها تكون مؤثرة على كافة أنحاء المنظمة بما فيها من إدارات وأقسام، وأنها عادة ما تتكلف تكاليف مرتفعة. السؤال الذي يليه رقم 3: فعل الأشياء بطريقة صحيحة، هل يشير إلى الفعالية ولا الكفاءة ولا الإنتاجية ولا لا شيء مما سبق؟ فالإجابة الصحيحة هي باء، الكفاءة. نحن نعلم بأن الكفاءة تشير إلى فعل الأشياء بطريقة صحيحة، أما الفاعلية فهي فعل الأشياء الصحيحة. وقد يأتي هذا السؤال في معنى آخر، فقد مثلا أسألك أنا وأقول لك
الأنشطة التي تركز على التكاليف والموارد وحسن استخدام وتوزيع هذه الموارد، هل هي أنشطة تتسم بالكفاءة ولا الفاعلية؟ نقول أيضا بأنها الكفاءة، فالكفاءة دائما تشير إلى فعل الأشياء بطريقة صحيحة، وفعل الأشياء بطريقة صحيحة يقصد بها أن يتم استغلال الموارد الاستغلال الأمثل وتخفيض التكاليف بقدر الإمكان. السؤال الرابع هو عكس الماضي، عكس رقم ثلاثة، فعل الأشياء الصحيحة. فعل الأشياء الصحيحة هذا هو المقصود به الفعالية، فالإجابة الصحيحة هي الإجابة ألف. أيضا قد يأتي هذا السؤال متعلقا بالأهداف، أو بمعنى آخر قد أسألك أنا وأقول لك بأن المفهوم الذي يشير إلى درجة تحقق الأهداف هل هو الكفاءة أم الفعالية؟ فدرجة تحقق الأهداف دائما تشير إلى الفعالية، فكلمة الفعالية المقصود بكلمة فعل الأشياء بطريقة صحيحة أي تحقيق الأهداف، تحقيق الأهداف. فالكفاءة دائما تشير إلى الموارد واستغلال الموارد وتخفيض التكاليف، أما الفعالية فدائما تشير إلى الأهداف، فالشخص الفعال هو الذي يحقق أهدافه، والمنظمة الفعالة هي التي تحقق أهدافها. المنظمة، العبارة رقم خمسة، المنظمة التي تنفذ أهدافها بتكلفة مرتفعة. إذن هنا يشير إلى التكلفة، وقلنا من لحظة بأن التكلفة دائما تشير إلى الكفاءة. التكلفة هي أحد عناصر الكفاءة، فالمنظمة التي تنفذ أهدافها بطريقة بتكلفة مرتفعة، هل هي منظمة فعالة وغير كفء، أم كفء وغير فعالة، أم فعالة وكفء، أم غير فعالة وغير كفء؟ إذا رجعت بقى إلى العبارة مرة أخرى، دائما وأبدا هذه الأسئلة الموضوعية يجب عليك أن تقرأ السؤال قراءة بتركيز شديد، لأن أي تغيير في مفهوم العبارة أو حتى من النفي إلى الإثبات يؤدي إلى تغيير الإجابة بشكل كامل، فلابد أن يكون هناك تركيز من قبل الطالب عند قراءة الأسئلة وحتى عند قراءة الإجابات المتعددة. المنظمة التي تنفذ أهدافها، فإذا هنا حققت أهدافها، فإنها هنا إذا توقفنا عند هذا الشيء فهي إذا فعالة. إذا كانت العبارة فقط تتوقف عند المنظمة تنفذ أهدافها أو تحقق أهدافها، خلاص يبقى هنا فعالة. ولكن بقى عندما نستكمل العبارة بتكلفة مرتفعة، فإذا هنا هي تضمن أو تأخذ جزء من الفعالية عشان حققت أهداف، ولكنها تفتقد للكفاءة لأن هي تكلفتها مرتفعة. فإذا المنظمة التي تنفذ أهدافها بتكلفة مرتفعة هي منظمة فعالة وغير كفء، وبالتالي فالعبارة الصحيحة هي الإجابة الصحيحة هي ألف. العبارة السادسة، وضع معايير الأداء ومقارنتها بالأداء الفعلي لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها، تشير إلى وظيفة التخطيط أم الرقابة أم التنظيم أم التوجيه. طبعا هذه الوظائف الأربعة هي وظائف الإدارة. طيب وضع معايير الأداء، خلاص يبقى حتى إذا توقف هنا فإنها على طول تبقى وظيفة خاصة بالرقابة. وضع معايير الأداء ومقارنتها بالأداء الفعلي واكتشاف الأخطاء وتصحيحها، إذن هذه هي وظيفة الرقابة، والإجابة الصحيحة هي الإجابة ب. نمرة سبعة،
المدير الناجح هو الذي يتفاعل مع الآخرين، أم البيئة الداخلية للمنظمة، أم البيئة الخارجية للمنظمة، أم كل ما سبق. سوف أترك لك 15 ثانية فقط حتى أنا أتوقع منك أن أنت تجيب على السؤال قبل أن ترى الإجابة. يعني حاول من جهتك أنت أن تجيب على السؤال دون قراءة الإجابة أو دون الإنصات إليه، ثم قارن ما بين ما هو في ذهنك من إجابة وبين الإجابة الصحيحة الموجودة أمامنا. المدير الناجح هو الذي يتفاعل مع الآخرين، أم البيئة الداخلية للمنظمة، أم البيئة الخارجية للمنظمة، أم كل ما سبق. بالتأكيد الإجابة الصحيحة هي الإجابة د، كل ما سبق. فمن سمات المدير الناجح هو أن يتفاعل مع كل الاتجاهات، مع الآخرين سواء كانوا داخل المنظمة أو خارجها، يتفاعل مع البيئة الداخلية للمنظمة ومع البيئة الخارجية للمنظمة. السؤال رقم 8، القدرة على العمل والتفاعل مع الآخرين بشكل جيد، تشير إلى المهارات الفنية أم المهارات الإنسانية أم المهارات الفكرية أم كل ما سبق. نحن نعلم بأن أي مدير من المديرين يتسم بهذه المهارات الثلاثة، وهذه المهارات هو ما نسميه مهارات الإدارة أو المهارات الإدارية. ونعلم أيضا أن المهارات الفنية هي الموجودة عند مديري الإدارة الدنيا، والمهارات الإنسانية هي الموجودة عند جميع المديرين سواء عليا أو وسطى أو دنيا، والمهارات الفكرية هي التي تتوافر بدرجة أعلى في مستوى الإدارة العليا. وبالتالي عندما ننظر إلى العبارة القدرة على العمل والتفاعل مع الآخرين بشكل جيد، هل هي مهارات فنية أم مهارات إنسانية أم مهارات فكرية؟ إذا قلنا أيضا بأن المهارات الفنية هي الإلمام بتفاصيل أداء أي عمل من الأعمال، والمهارات الإنسانية هي المهارات المتعلقة بالتعامل مع الآخرين واتصال بهم والتفاعل معهم، والمهارات الفكرية هي المقصود بها عمليات اتخاذ القرارات وحل المشكلات الاستراتيجية والتخطيط وعمليات الربط والتحليل وربط المنظمة ببيئتها الداخلية والخارجية وهكذا. فإذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة ب، أي التفاعل مع الآخرين هي مهارات إنسانية. العبارة التاسعة، من أهم المتغيرات المؤثرة على وظيفة المديرين. نحن نعلم أن وظيفة المديرين اللي هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، هذه هي وظائف المدير، تتأثر بعديد من المتغيرات. فهل هي تتأثر بالتكنولوجيا أم التحديات والتهديدات النابعة من البيئة الخارجية طبعا، أم أخلاقيات العمل، أم كل ما سبق؟ الإجابة الصحيحة الإجابة دال، كل ما سبق. حتى أن المتغيرات المؤثرة على وظيفة المديرين لا تشمل هذه الأشياء فقط، وإنما تشمل أشياء أخرى كثيرة سواء داخل المنظمة أم خارج المنظمة، أي من البيئة الداخلية أم من البيئة الخارجية. أي شيء يدخل في البيئة الداخلية للمنظمة أو يدخل في البيئة الخارجية للمنظمة يؤثر على عمل المدير في أداء وظائفه الأربعة التي تعرفها أنت جيدا. العبارة العاشرة، تتسم المنظمة المعاصرة بالقدرة على المرونة أم التوجه بالعميل
أم التوجه لفرق العمل أم كل ما سبق؟ الإجابة الصحيحة طبعا هو كل ما سبق، لأن المنظمة المعاصرة تتسم بكلمة المرونة، وكلمة المرونة يقصد بها كده الاستعداد المنظمة لتعديل طريقة اتخاذ القرار بها، وتعديل أنظمة العمل بها، وتعديل سياسات وإجراءات العمل بها وفقا لأي تغيرات تحدث في البيئة الخارجية. كلمة التوجه بالعميل يقصد بها أن أي منظمة تؤدي خدمات أو تنتج سلع، هي تؤدي الخدمات لمن؟ للعملاء. طب تنتج سلع لمن؟ للعملاء. فكلمة التوجه بالعميل بقى تؤدي المنظمة نشاطها سواء في إنتاج السلع أو الخدمات بما يخدم مصالح العميل وبما يحتاجه العميل. العبارة رقم 11، نلاحظ بأن العبارات من رقم 1 إلى رقم 10 هذه متعلقة بالفصل الأول. ابتداء من العبارة رقم 11 سوف تكون متعلقة بالفصل الثاني أو الموضوع الثاني الذي درسناه، وهو إدارة الأزمات. من أهم أهداف إدارة الأزمات تأمين الممتلكات والأرواح، أم تقليل الخسائر والآثار السلبية، أم الاستفادة من الأخطاء، أم كل ما سبق؟ والإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 11. الإجابة رقم د على السؤال رقم 11. فنحن نعلم بأن إدارة الأزمات لها أهداف، وأهدافها لا تقتصر فقط على الثلاثة الموجودة أمامنا هذه، وإنما أهداف أخرى كثيرة. فمن أهم أهدافها تأمين الممتلكات والأرباح والأرواح، وتقليل الخسائر وتقليل الآثار السلبية التي تعود على الأفراد، وأيضا من أهم أهدافها أن نستفيد من أخطائنا التي ترتب عليها حدوث أي أزمة من الأزمات. وبالتالي فالإجابة الصحيحة هي الإجابة د. سؤال رقم 12، عادة ما تتمثل أهم أسباب الأزمات في؟ أنا أريدك كده أن تركز وتتخيل ما هي الأسباب التي يمكن أن يترتب عليها حدوث أي أزمة من الأزمات، قبل أن أكشف عن الإجابات البديلة. أخطاء في التكنولوجيا والتصميم، أخطاء في التنظيم والعلاقات، أخطاء بشرية، أم كل ما سبق؟ الإجابة الصحيحة هي كل ما سبق. فنحن نعلم بأن أسباب حدوث الأزمات قد تكون أسباب داخلية ترجع إلى البيئة الداخلية، أم ترجع إلى البيئة الخارجية التي لا يمكن التحكم فيها. فمن الأسباب التي تحدث في البيئة الداخلية هي أخطاء في التكنولوجيا وفي التصميم، وكذلك الأخطاء الخاصة بالتنظيم أو عيوب التنظيم، وكذلك أخطاء البشر. أما الأسباب الخارجية التي لم يسأل عنها في هذا السؤال، فهذا السؤال فقط يركز على الأسباب الداخلية لحدوث الأزمات. أما الأسباب الخارجية فعادة كما قلنا بأنها ترجع إلى الزلازل والبراكين وغيره من الأحداث التي لا يمكن التحكم فيها. سؤال رقم 13، يترتب على الأزمة
عدم قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات الصحيحة بسبب أو لما يلي. طبعا نحن نعلم بأن أي أزمة من الأزمات يترتب عليها عدم قدرة متخذي القرار على التصرف السليم. لماذا؟ ألف كثرة المعلومات وعدم دقتها، أم عدم الاستعداد الجيد للأزمة، أم توتر الإدارة نتيجة فجائية الأزمة، أم كل ما سبق؟ والإجابة الصحيحة هي كل ما سبق، لأن عدم قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات الصحيحة يرجع إلى هذه النقاط الثلاثة بالإضافة إلى نقاط أخرى كثيرة، وإنما من أهم هذه الأسباب هي كثرة المعلومات وعدم دقتها وعدم الاستعداد الجيد للأزمة وتوتر الإدارة نتيجة فجائية حدوث الأزمة. العبارة رقم 14: الاستفادة من الأخطاء واستخلاص الدروس المستفادة من الأزمات تحدث عقب مرحلة، المرحلة التحذيرية، ب مرحلة حدوث الأزمة، ج مرحلة انفجار الأزمة، د مرحلة انحصار الأزمة. نحن نعلم أن أي أزمة من الأزمات تمر بهذه المراحل الأربعة: مرحلة تحذيرية أولا، ثم تحدث الأزمة، ثم تتفاقم الأزمة وما يسميها انفجار الأزمة، ثم تنتهي الأزمة وهو ما نطلق عليه مرحلة انحصار الأزمة. فكيف، متى نستفيد بالدروس المستفادة؟ متى نستخلص أهم الدروس التي تعود على الشركة بحيث لا يتم تكرارها مرة أخرى؟ طبعا مرحلة انحصار الأزمة، أي أن بعد أن تنتهي الأزمة بجميع خسائرها إذا كان له خسائر، بجميع إنجازاتها أو النجاح الذي حققته المنظمة في التصدي للأزمة، نجلس أو تجلس الإدارة أو يجلس فريق إدارة الأزمة ويستخلص الدروس المستفادة عن كيفية حدوث الأزمة. ما هي الأسباب التي أدت؟ هل هي أسباب راجع للتكنولوجيا او راجع للتنظيم او راجع للبشر من اهمال وسوء استخدام الى غيره، ام انها ترجع الى اسباب خارجية؟ وكيف تصرفت الادارة؟ وما هو التصرف السليم الذي كان يجب ان يتم؟ وهل تصرفاتها كان فيها نقاط قصور او نقاط ضعف؟ ثم تجلس وبالتالي نستفيد من هذه الاخطاء في عدم تكرار هذه الازمات. نمرة 15: التصرف السليم لإدارة المنظمة في مواجهة الأزمات يتطلب كيف نتصرف، يعني التصرف السليم ما هو؟ قائم على ماذا؟ الوقوف موقف سلبي، أم الاعتماد على الإمكانيات الذاتية، أم التصرف الإيجابي والسريع اعتماد على الإمكانيات الذاتية ومعاونة الآخرين، أم كل ما سبق؟ نحن نعلم بأن هناك أنماط من المديرين في مواجهة الأزمات: مديرين يقفوا موقف سلبي، مديرين يواجهوا الأزمات بإمكانياتهم التي قد تكون محدودة، ومديرين يواجهوا الأزمات بإمكانياتهم التي قد تكون محدودة أو قد تكون كبيرة، بالإضافة إلى الاستعانة بمساعدة الجهات الخارجية التي يمكن أن تهب لمساعدة الشركة وتقديم العون لها. فالإجابة الصحيحة هنا هي الإجابة جيم: يجب أن تستعين المنظمة بإمكانياتها الذاتية بالإضافة إلى معاونة الآخرين من الجهات الخارجية. قد يكون استعانة بالدفاع المدني، قد يكون استعانة بالشرطة، قد يكون استعانة بالقوات المسلحة، قد يكون استعانة بإمكانيات المتوفرة لدى جيراني أو
والكيانات المتوفرة لدى حتى المنافسين ممكن أن يقدموا العون في هذه الأوقات. العبارة رقم 16: استخدام الإمكانيات المتاحة وتطبيق الخطط لمواجهة الأزمة من خلال فرق إدارة الأزمات تحدث أثناء مرحلة إدراك الأزمة، مواجهة الأزمة، مرحلة التعلم. هذه المراحل الثلاثة هي التي تسمى مراحل إدارة الأزمة. فهناك لا تخلط ما بين مراحل إدارة الأزمة ومراحل الأزمة نفسها. فمراحل الأزمة هي الموجودة في السؤال رقم 14 اللي هي المرحلة التحضيرية ومرحلة الحدوث ومرحلة الانفجار ثم مرحلة انتهاء الأزمة أو انحسار، دي مراحل الأزمة. أما مراحل إدارة الأزمة فهي ثلاث: إدراك الأزمة، مواجهة الأزمة، مرحلة التعلم واستخلاص الدروس المستفادة. طيب، استخدام الإمكانيات المتاحة وتطبيق الخطط لمواجهة الأزمة تحدث متى؟ في مرحلة الإدراك أو المواجهة أو مرحلة التعلم؟ فالإجابة الصحيحة هي في مرحلة مواجهة الأزمة. العبارة رقم 17: الأطراف المعنية بمواجهة الأزمة في المنظمة تتمثل في من المعني بمواجهة الأزمة؟ هل هي إدارة المنظمة فقط أم جميع العاملين؟ وخلي بالك هنا جميع العاملين، هنا يقصد بها كل كلمة العامل يقصد بها كل من هو في المنظمة من منفذين وإداريين وإضاءة عليا ووسطى ودنيا، هذا كلها كلمة ينطبق على كلمة العاملين. أيضا ينطبق على كلمة الموظفين، عندما يقول الموظفين يقصد بها جميع من هم في المنظمة أيا كان مستواهم الإداري. فالمدير موظف، و أي شخص آخر هو موظف أو عامل. فالأطراف المعنية هل هي إدارة المنظمة فقط أم جميع العاملين يعني المنفذين ورجال الإدارة، أم الأطراف الخارجية أو بمعنى آخر هل الحكومة يعني هي المسؤولة أم كل ما سبق؟ الإجابة الصحيحة هي كل ما سبق، كل ما سبق، كل من يستطيع أن يقدم العون للمنظمة وقت حدوث الأزمة فيقدمها ومرحبا به. السؤال رقم 18، وفي السؤال رقم 18 سوف تجد أنه متعلق بالموضوع الثالث أو المحاضرة الثالثة من محاضرات المادة الدراسية: المرشد الأساسي في توجيه اتخاذ القرارات والتصرفات تشير إلى. سوف أتركها تفكر فيها بدون وجود الإجابات البديلة. المرشد الأساسي في توجيه القرارات واتخاذ التصرفات، عندما نتخذ قرار أو نتصرف بأي وسيلة فهناك مرشد داخلنا لا نشعر به هو الذي يحدد نوعية قراراتنا ونوعية تصرفاتنا. ما هي؟ لننظر، هل هي الاتجاهات أم القيم أم التوافق في القيم أم لا شيء مما سبق؟ طبعا هو القيم.
حتى أن تعريف القيم أنها المرشد الأساسي في توجيه القرارات والتصرفات. العبارة رقم 19: من أهم سمات القيم أيضا لن أعرض بدائل الإجابة إلا أن تفكر أنت أولا في بعض من سمات القيم. لننظر هل هي تتزم بأنها أساسية أم قليلة نسبيا أم مستمرة؟ والإجابة الصحيحة هي الإجابة دال كل ما سبق. فالقيم تتسم بسمات عديدة، منها أنها أساسية وأنها قليلة نسبيا وأنها مستمرة مع الإنسان باستمرار حياته. العبارة رقم 20: الشخص الذي يتسم بالحب والإخاء والانتماء تكون قيمه. نحن نعلم أن هناك أنواع من القيم الشخصية اللي هي 6 أنواع التي تشمل قيم سياسية وقيم اقتصادية وقيم اجتماعية وقيم علمية أو نظرية وقيم جمالية وأخيرا قيم دينية. الشخص الذي يتسم بالحب والإخاء والانتماء تكون قيمه أي نوع من أنواع القيم الستة؟ عندنا الإجابات: هل قيمه اجتماعية أم اقتصادية أم جمالية أم سياسية؟ هذا الشخص قيمه اجتماعية. الإجابة ألف. الشخص الذي يميل نحو القيادة والنفوذ والسلطة والمكانة تكون قيمته قيمه ايه؟ علمية ولا نظرية؟ يعني علمية او نظرية ده بمفهوم واحد. جمالية اقتصادية سياسية. الإجابة الصحيحة هي الإجابة دال قيم سياسية. سوف أذكرك مرة أخرى بأن حاول أن تجيب على السؤال بنفسك دون النظر إلى الإجابة الموجودة أمامك أو حتى دون الإصغاء إلي، ثم قارن ما بين الإجابتين، إجابتك التي اجتهدت فيها اعتمادا على نفسك والإجابة الموجودة أمامك. حاول هذا دائما كي تختبر نفسك. العبارة رقم 22: تؤدي القيم فيما يتعلق بالسلوك والتصرفات ما يلي. نحن نقول بأن مفهوم القيم بأنها هي المؤشر أو المؤثر الرئيسي أو المرشد الأساسي في توجيه القرارات والتصرفات. طيب كيف يعني؟ اللي هي العبارة رقم 22: كيف تؤثر على السلوك والتصرفات والقرارات؟ هل هي تحدد بدائل التصرف أم تقيم بدائل التصرف أم تحدد رد الفعل أم كل ما سبق؟ والإجابة الصحيحة هي كل ما سبق. فالقيم في حالة السلوك والتصرفات هي التي تحدد لنا بدائل التصرف وتقيم أيضا بدائل التصرف، ثم تحدد التصرف نفسه ورد الفعل تجاهه. هذا هو دور القيم فيما يتعلق بالسلوك والتصرفات، فهي تؤدي كل ما سبق. السؤال رقم 23: العلاقة
بين التوافق في القيم بين الأفراد ورضاهم عن العمل هي علاقة. ما نوع العلاقة؟ نحن نعلم ماذا يقصد بالتوافق في القيم. كلمة التوافق في القيم بين الأفراد يقصد بها أن تكون قيم الأفراد متماثلة أو متشابهة. متماثلة أو متشابهة، عندما تكون القيم بين الأفراد متماثلة أو متشابهة يقصد بها هنا التوافق في القيم. طيب عندما تكون قيم الأفراد متماثلة أو متشابهة، هل يؤدي ذلك إلى زيادة رضاهم عن العمل أو تخفيض رضاهم عن العمل؟ بمعنى آخر، السؤال يحدد لنا طبيعة العلاقة بين التوافق في القيم وبين الرضا عن العمل. أنت حاول أن تعكس هذا السؤال على نفسك، على نفسك في العمل. هل عندما تتوافق في القيم مع زملائك يزيد رضاك عن العمل، يزيد حبك للعمل؟ يعني هل كلما كنت على توافق مع زملائك في العمل وتحبون بعضكم البعض وتساعدون بعضكم البعض في داخل العمل أو خارج العمل وبينكم صداقة، هل هذا يجعلك تحب العمل؟ طب تعالى كده نشوف الإجابة. هل هي علاقة طردية أم علاقة عكسية أم لا توجد علاقة أم لا شيء مما سبق؟ فالعلاقة الطردية يقصد بها إذا زاد التوافق يزيد الرضا، والعلاقة العكسية يقصد بها إذا زاد التوافق يقل الرضا. ولا توجد علاقة مفهومة. طيب إذا زاد التوافق يزيد الرضا؟ نعم، فالعلاقة هنا طردية. أو بمعنى آخر، إذا قل التوافق يقل الرضا؟ نعم، فالعلاقة تبقى طردية. فإذا الإجابة الصحيحة أن العلاقة طردية. نفس السؤال رقم 24، ولكنه يسأل عن العلاقة بين التوافق في القيم وبين فريق العمل وفعالية هذا الفريق. وقلنا من قبل أن فعالية أي شيء يقصد بها تحقيق الأهداف. فهل كلما زاد التوافق في فريق العمل يزيد قدرته على تحقيق أهداف هذا الفريق؟ إذا ضربت هذا المثال مثلا على أي فريق كرة قدم تشجعه، ففريق كرة القدم يمكن النظر إليه على أنه فريق عمل. كلما كان أعضاء الفريق يحبون بعضهم البعض ويساعدون بعضهم البعض ويساندون بعضهم البعض، وكل منهم يغطي على أخطاء الآخرين، وكل منهم يفني نفسه في الملعب من أجل الآخرين ومن أجل مصلحة فريقه، هذا هو التوافق. فهل هذا يساعد على تحقيق أهداف هذا الفريق؟ كما بالتأكيد، بالتأكيد كلما زاد التوافق بين فريق العمل كلما زادت فعالية هذا الفريق. ولكن بقى هو هنا يسألنا عن نوع العلاقة، هل هي طردية أم عكسية أم لا توجد علاقة؟ حاول أن تجيب. الإجابة الصحيحة أن العلاقة بينهما طردية، كلما زاد التوافق كلما زادت قدرة فريق العمل على تحقيق أهدافه. العبارة التالية رقم 25، نفس السؤال في السؤال رقم 24 والسؤال رقم 23. فالسؤال رقم 25 يسألنا عن العلاقة بين التوافق في القيم وبين معدلات ترك العمل. كلمة ترك العمل يقصد بها أنا أكره هذا العمل وبالتالي أهقدم استقالتي من كراهيته له، هترك هذا العمل.
هل العلاقة طردية أم عكسية، أم لا توجد علاقة، أم لا شيء مما سبق؟ إذن العلاقة بينهما عكسية، فكلما زاد التوافق كلما قلت معدلات ترك العمل، وكلما قل التوافق كلما زادت معدلات ترك العمل. فإذن العلاقة بينهما عكسية، إذا زاد أحدهما يقل الآخر، وإذا قل أحدهما يزيد الآخر. السؤال رقم 26: قائمة القيم لأي منظمة هي مسؤولية أساسية لمين؟ للإدارة العليا ولا الوسطى ولا الدنيا ولا المنفذون؟ لا طبعا للإدارة العليا. الإدارة العليا هي الإدارة المسؤولة عن وضع قائمة القيم. أي نعم قد تلجأ في وضع هذه القائمة إلى استشارة الإدارات الأخرى واستشارة المنفذون أيضا، ولكن مسؤوليتها أن تضع قائمة القيم. كل مدير في إدارته مسؤول عن المحافظة على القيم عن طريق، نحن نعلم أن محافظة على قائمة القيم التي وضعتها الإدارة العليا لابد أن يتم المحافظة عليها والالتزام بها. طيب مسؤولية من؟ هل مسؤولية كل شخص في المنظمة أيا كان موقعه؟ طب المديرين بقى بالذات في إطار مسؤوليتهم عن المحافظة على القيم عن طريق إيه؟ أن يكون قدوة، أم يقنع الآخرين بها، أم يجبر الآخرين على اتباعها، أم كل ما سبق؟ فأترك لك الإجابة عن هذا السؤال، حاول أن تجاوب على السؤال. إذا نظرنا للبدائل الموجودة أمامنا نجد أن كل مدير مسؤول عن المحافظة على القيم في إدارته التي هو مسؤول عنها، لأنه أن يكون هذا بالأشياء الثلاثة دي الموجودة أمامه، أن يكون قدوة أولا. فإذا كان مدير قدوة للموظفين الموجودين تحت إدارته فإنهم سوف يقلدونه. نمرة 2: إذا كان هناك بعض الموظفين لا يلتزمون بقائمة القيم فمن واجب المدير أن يقنعهم بضرورة الالتزام بالقيم، لأن هذا فيه صالحهم الشخصي وفيه صالح المنظمة أيضا. فإذا لم يستجيبوا للنصيحة عن طريق الإقناع يجب أن يلجأ إلى الإجبار، أن يتبع أسلوب الشدة القائم على توقيع العقوبات وتدرج هذه العقوبات حسب حجم الخطأ. وبالتالي فالإجابة الصحيحة هي كل ما سبق. المدير يحافظ على قيمه وقيم المنظمة عن طريق أن يكون قدوة وأن يقنع الآخرين، ثم يجبر من لا يقتنع. وبالتالي فالإجابة الصحيحة هي دالة. العبارة رقم 28: سوف تجد أن هذه العبارة أو ابتداء من هذه العبارة يتعلق بالفصل الخاص بالقوة التنظيمية، وهي الفصل رقم 4: القوة التنظيمية. العبارة رقم 28 تتضمن السلطة الحق فيه نقط.
طبعا نحن نعلم أن السلطة هي حق، هي حق من يملكها، في أربعة أشياء حاول أن تتذكرها. حق من يملك السلطة له حق في اتخاذ القرارات، إصدار الأوامر والتعليمات، حقه في المتابعة، أيضا هناك حق رابع وهو حق في توقيع العقوبات ومنح المكافآت. فالإجابة الصحيحة هي كل ما سبق، أي أن من يملك السلطة له هذه الحقوق الثلاثة بالإضافة إلى حقه أيضا في توقيع العقوبات ومنح المكافآت. رقم 29، القوة التي يملكها صاحبها ولا يمارسها فعليا هي، حاول أن تتذكر. هل هي القوة الحقيقية أم القوة المتاحة أم القوة الرأسية أم القوة الأفقية؟ نحن نعلم بأن القوة الحقيقية هي التي يملكها صاحبها ويمارسها فعليا، أما القوة المتاحة فهي التي يملكها صاحبها ولا يمارسها فعليا، لا يستخدمها. وكلمة القوة الرأسية يقصد بها أن يمارس الرئيس قوته على المرؤوسيه، والقوة الأفقية يقصد بها أن يمارس الزميل قوته على زميله في نفس المستوى الإداري إذا كان لديه مصادر للقوة. فإذا إجابة العبارة هي العبارة باء، فالقوة المتاحة هي القوة التي يملكها صاحبها ولا يمارسها فعليا، علما بأن ليس هناك ضرورة للتفرقة ما بين القوة الحقيقية والقوة المتاحة كما قال العلماء، لأن الاثنين معا القوة الحقيقية والقوة المتاحة هو ما يطلق عليه القدرة أو المقدرة. وتعريف القوة أساسا هو كلمة القوة يقصد بها القدرة أو المقدرة على التأثير في الآخرين. العبارة رقم 30، الأشخاص الأكبر سنا يملكون نوع من القوة، الكلمة هذه من القدوة، لا هي من القوة، الأشخاص الأكبر سنا يملكون نوع من القوة مستمد من ثقافة المجتمع تسمى، نحن نعلم بأن هناك عدة مصادر للقوة، هناك قوة الحكمة أو القوة الشرعية وقوة المكافأة وقوة العقاب والقوة المرجعية وقوة الخبرة وقوة التخصصية النابعة من التخصص. يا ترى الأشخاص الأكبر سنا وفقا لثقافتنا السائدة في مجتمعنا يتمتعون بنوع من أنواع القوة؟ الإجابة الصحيحة هي قوة الحكمة. قوة الحكمة مستمدة من ثقافة المجتمع. السؤال 31 أيضا يسألنا عن بعض أنواع القوة. الشخص، إعجاب شخص بشخص آخر وانجذابه إليه يسمى قوة الخبرة والقوة الشرعية، أم حاول أنت كده، حاول أنت تصل الإجابة الصحيحة. أكيد إجابة العبارة رقم 31 ليست ألف ولا باء، أكيد ليست ألف ولا باء، حاول أنت كده تصل الإجابة الصحيحة. القوة المرجعية، فكما قلنا
فإن القوة المرجعية يقصد بها أن يمارس شخص ما قوته على آخر نتيجة لانجذاب هذا الآخر إليه وإعجابه به، تسمى القوة المرجعية، أو كما نقولها بأن هذا الشخص هو القدوة. فالشخص القدوة يملك قوة نسميها قوة مرجعية تجعل الآخرين يقلدونه وينجذبون إليه ويعجبون به. السؤال التالي يشمل رد فعل المتأثرين بالقوة ردود الأفعال التالية. المتأثرين بالقوة أي الذين لا يملكون القوة، ردود أفعالهم تكون، حاول أنت أن تجيب على السؤال، تحديد بدائل التصرف أم تقييم بدائل التصرف. ألا تتذكر بأن ألف وباء هذه مرت علينا من ربع ساعة كده، وقلنا أن هذه الأشياء هي تأثير القيم على التصرفات والسلوك. كيف تؤثر قيم الأشخاص على تصرفاتهم وسلوكهم؟ قلنا عن طريق أن القيم تحدد بدائل التصرف وتقيم بدائل التصرف، ثم تجعلنا نتصرف بطريقة معينة، ثم تحدد ردود الأفعال تجاه هذا التصرف. فإذا هذه البدائل ليست هي إجابة السؤال رقم 32، لأن رد فعل المتأثرين بالقوة عادة ما يشمل أحد ثلاثة ردود أفعال: إما الطاعة أم الشكوى أم إيه؟ الاستجابة أم إيه؟ ردود أفعال المتأثرين بالقوة. إذن فإجابة السؤال رقم 32 هي الإجابة دال. ليس كل ما سبق، عفوا، هذه الإجابة موجودة أمامنا خطأ. فالإجابة الصحيحة لا شيء مما سبق، هذا خطأ مطبعي فقط. فالإجابة الصحيحة لا شيء مما سبق. إجابة السؤال 32 رد فعل المتأثرين بالقوة هو لا شيء مما سبق، وليس كل ما سبق، لا شيء مما سبق. السؤال رقم 33 يمكن التقليل من تأثير القوة عن طريق إذا كان هناك شخص ما يمارس قوته عليك وأنت مجبر على اتباعه، كيف يمكن تأثير من قوة؟ كيف يمكن تقليل من تأثير قوته عليك؟ حاولت كده أن تجاوب؟ وهو ما يطلق عليه استراتيجيات الأفراد للتقليل من تأثير القوة. ننظر إلى إجابات البديلة: المساومة أم الاستقطاب أم الاندماج أم كل ما سبق؟ فالإجابة الصحيحة هي كل ما سبق. فعادة ما يكون الشخص للتقليل من تأثير قوة الآخرين عليه أن يلجأ إلى أحد هذه الأساليب الثلاثة
او اكثر من اسلوب منها من هذه الاساليب، اسلوبين او يلجأ الى كل الاساليب الثلاثة للمساومة ام للاستقطاب ام للاندماج. السؤال رقم 34، المدخل الذي يصرح بان القوة تتواجد لدى من يملكون السلطة هو مدخل، هو هنا يحدثنا، السؤال رقم 34 يحدثنا عن القوة الإدارية، القوة الإدارية قوة الإدارات. فكما نعلم أن تفسير قوة الإدارات هناك ما يسمى مدخل ماذا؟ حاول أن تتذكر، هناك ثلاثة مداخل، حاول أن تتذكر، المدخل العقل الرشيد أم المدخل الموقفي أم المدخل التوافقي أم لا شيء مما سبق؟ فالإجابة الصحيحة هي المدخل العقل الرشيد. فالمدخل العقل الرشيد هو الذي يقول بأن أي إدارة في مستوى إداري أعلى تملك قوة على الإدارات الأقل منها نتيجة لأن لها سلطة على الإدارات الأقل منها. وبالتالي المدخل العقلي مرة أخرى هو الذي يقول بأن الإدارات تتمثل قوتها في سلطتها التي تستمدها من موقعها في الهيكل التنظيمي. أما المداخل الأخرى إذا أردنا أن نشير إليها سريعا، فالمدخل الموقفي هو الذي يقول بأن قوة أي إدارة ترجع إلى قدرة هذه الإدارة في التحكم في الموارد وأداء الخدمات المركزية والقضاء على الغموض وعدم التأكد. أما المدخل التوافقي فيقول بأن قوة أي إدارة تستمدها من توافق قيم مدير هذه الإدارة مع العاملين فيها. إذا كان هناك توافق في قيم المدير والعاملين في هذه الإدارة فإن الإدارة تتمتع بشيء من القوة. قوة الإدارة أو القسم تتوقف على السؤال رقم 35، القدرة على التكيف أم إدارة الأنشطة المركزية أم القدرة على توفير الموارد أم كل ما سبق؟ الإجابة الصحيحة هي كل ما سبق. وهذه المصادر الثلاثة هي التي يقول عنها المدخل الموقفي. المدخل الموقفي يقول بأن الإدارة التي تتمتع بالقوة هي التي تملك القدرة على التكيف وإدارة الأنشطة المركزية والقدرة على توفير الموارد والقدرة على إزالة الغموض. نتوقف عند هذا القدر، فهذه نوع من الأسئلة ذات إجابات متعددة، وهناك أسئلة أخرى موضوعية اللي هي عبارة عن الصح والغلط أو موافق وغير موافق، ونؤجلها إلى المحاضرة القادمة بعون الله. فسوف نتبع هذا الأسلوب، عقب كل مثلا عدد معين من المحاضرات نعطي مراجعة أو نموذج من الأسئلة وإجابتها التي قد تكون معرض لأن تأتي إليك في الاختبار أو لا تكون، يعني ممكن أن تكون هذه الأسئلة سوف تأتي إليك أو لا تأتي إليك، ويأتي إليك أسئلة أخرى بسيطة، وكما قلنا هذه أسئلة بسيطة إن شاء الله بقليل من الصبر وقليل من المذاكرة والاجتهاد توفق بعون الله. شكرا، وألقاكم في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.